مع اقتراب عيد الأضحى تشهد أسواق الألبسة الجديدة في مدينة إدلب حركة تسوق بسيطة مقارنة بالأعياد السابقة، فارتفاع أسعارها وضعف القدرة الشرائية للمدنيين سببان رئيسان في تراجع عمليتي البيع والشراء. بالنسبة للبضاعة موجود عندنا هنا بضاعة تركية وبضاعة شامية. البضاعة التركية تجي أغلى من البضاعة الشامية. منجيب البضاعة التركية من تركيا، من في عنا موجود ماركات إيلي وماركات متوسطة وماركات خفيفة، طبعا كل ماركة ولها سعر. وفي عنا بضاعة شامية أرخص بس عم نواجه كتير صعوبة لنجيبها لهون، وهذا العيد يعني الإقبال كتير ضعيف. غياب معامل الألبسة الجديدة والاكتفاء بورشات صغيرة للخياطة وارتفاع التكلفة أسباب أخرى ساهمت في زيادة أسعارها، إضافة إلى أنها لا تغطي احتياجات سكان المنطقة، فضلا عن ارتفاع رسوم وتكاليف الألبسة المستوردة من تركيا أو من حلب ودمشق إلى ميناء لبنان ومرسين في الشمال السوري. بالي صار بتنافس الجديد، يعني صار أغلى، بقول لك هذا ماركة، يعني مبارحة الله يعزك بوط بالسوق حق 40 ليرة، بالبالي 50 ليرة تركي، هو بالي قال هاي ماركة عالمية وما بعرف ايش، قلت له ما بدنا، يعني صار اليوم البالي بسعر جديد، والجديد غالي كثير، الجديد غالي كثير، يعني طقم الولد 200 ليرة تركي يعني كثير، يعني ما يقارب 25 دولار، وما البضاعة اللي كاوين عليها القيمة، يعني مو كل هالشيء كويس. يكتفي بعض المتسوقون بشراء قطعة واحدة جديدة، وآخرون لم يأتوا سوى للفرجة أو قضاء بعض الوقت على حد وصف أصحاب محال بيع الألبسة. وكخيار بديل يلجأ كثير من سكان المدينة لشراء الألبسة الأوروبية المستعملة على اعتبارها أرخص من الجديدة. يتحايل المدنيون هنا على غلاء الأسعار بطرق عدة بهدف إدخال الفرح والسرور إلى قلوب أبنائهم. سلوى عبد الرحمن، حلب اليوم، مدينة إدلب.